إن أرباب هذا الافتخار بالتكنولوجيا والافتخار بالمصانع محل رحمة عند عقلائنا، محل رحمة عند الواعين منا، محل رثوة، هم يرثون إن بقوا على هذا الحال فهم من أبعد الخلق عن الحق، هم من أشد الناس ألما، هم الذين يوقدون في نار جهنم وقودها الناس والحجارة، يرثون مساكين ماذا عندهم. والله لو علموا فضل ذرة مما في تسبيحة أحدنا، ولو علموا قدر لحظة مما في مجلسنا لجعلوا مصانعهم وتقدمهم تحت أرجلهم وسعوا إلينا هنا، وسيتمنون ذلك في القيامة. هم محل الرثوة أيها الأحباب. أما تريدون أن تسمعوا من الحق ورسوله ثم الصحابة ثم التابعين ثم مشايخكم وسلفكم الذين مضوا حتى تسمعوا من القلوب التي أسلمت غريب وجاءت من البلدان التي فيها أصنام المادة قامت فسجدت لها بعض قلوب المسلمين؟ لأصنام المادة تسجد؟ لأصنام الحقير تسجد حقارة؟ ماذا عندهم؟ أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي؟ هم محل رثاء يجب أن نرثاهم عسى أن ينقذوا، عسى أن يخرجوا من البلايا التي هي وهم فيها. لذا قالوا إنه صلى الله عليه وسلم صبر على شج جبينه وإسالة دمه وأمسك بيديه الدم وقال أخشى إن وقعت منه قطرة على الأرض أن يعجل الله لهم بعذاب فيعمهم بعذاب من عنده. يخشى على من؟ على هؤلاء الذي أذوه وقتلوه وجرحوه. ما هذا القلب؟ ما هذه الرحمة؟ قالوا لأنه كان يوقن بالمصير وكان يرى ما سيقول الخلق إليه، ويوقن أن أحدهم لو مات على حاله لأوقدته نار جهنم بما لا تطيقه الجبال وبما لا يطيق أحد من الخلق. فلما كان الأمر معين عنده تحمل كل هذا وصبر على كل هذا ولم يبالي، بل حتى في شدة الموقف سب بعض الصحابة قريشا فقال لا تسبوا فإن فيهم وسيكون فيهم. قال يا رسول الله إنما لم أرأيت من معاملتهم. قال لا عليك، سيكون فيهم كذا وسيكون منهم كذا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه حقائق أنتم تحملونها يا أصحاب الاتصال بهذه الدعوة، أنتم في معاني فوق خيالات الناس، لكننا أصبنا أن السقيا سبقت إلى القلوب من أجهزة التلفاز ومن النت اليوم ومن الشوارع ومن الكلام الذي يثار وكثير مرده إلى من لا يريد الخير للناس ولا ينصح الناس بل من شرار الناس. وقد كانوا يخافون يقولون يضربون مثلين بالوادي عندنا في حضرموت، وادي سر ووادي عقران. عندنا وادي عقران جبال مالحة إذا سال الماء عليها تملح، فإذا جاء إلى الأرض أفسد الزرع خصوصا إذا جاء أولا. وعندنا الوادي الثاني يأتي بالماء العذب، فإذا سبق إلى الأرض شربت منه فطلع الزرع قويا ولم يتأثر حتى جاء مع عقران بعد ذلك ما يتأثر به. ولكن كان يخاف الإمام أحمد بن عمر بن سميط أحد حاملي راية الدعوة في السلسلة المباركة والوادي الطيب، يقول تبهوا لأولادكم على قلوبهم لا يسبق مع عقران ما سر. إيش قصدت بما عقران؟ قال محبة الدنيا وتعظيمها لا تسبق إلى قلوبهم، بعدين تفسدها عليكم، تذكرونهم بالآيات ما يفهمون، تذكرونهم بالسيرة ما يعرفون، وما يسكرانين وراء تعظيم الحقير الزائل الفاني. هذا مرض من أخطر الأمراض، هذا علة من أكبر العلل. يا ربي داوي قلوبنا منها بحق المرسل محمد والنبي هود وأهل الرسالة، داوي هذه القلوب من هذه العلة وداوي قلوب من في بيوتنا يا الله. وعند المداواة من ذا العلة لما تسبح تذوق حلاوة التسبيح، لما تكبر تذوق حلاوة التكبير. الذين تذهب من قلوبهم هذه العلة لو قابلتهم قوى الأرض فقالوا الله أكبر تناثرت القوى أمامه. وسيظهر منهم قوم يأتون إلى حصون كفرة
كانت قد سجدت لصنميتها قلوب بعض المسلمين، فيأتي من المسلمين الصادقين الذين سقوا ماء العذب وارتغوا به، فإذا قالوا الله أكبر اهتزت الحصون القوية. لفظت الله أكبر، هكذا حدثنا الصادق، هكذا حدثنا أوثق ناطق بالحق عن الخالق. يا رب صلي عليه وعلى آله وصحبه، واربطنا وإياهم بربطا لا ينحل. لا قيمة للارتباط بمحمد أيها الأحباب، حافظوا عليه بكل قواكم وبكل أرواحكم. قالت له أمه وقد قطع يده مسيلمة الأولى والثانية ثم الرجل الأولى ثم الرجل الثانية، عددتك لمثل هذا اليوم يا بني، أنا ربيتك لمثل هذا اليوم. أين مكان القصور في قلبه؟ أين مكان المراكب في قلبه؟ أين مكان الذهب في قلبه؟ قد عدت ولدك لمثل هذا اليوم، عددتك يا بني. تصور إنسان رجع يديه قطعتها ورجليه قطعتها وصلت رحم، كماذا ايش باقي فيه؟ ومع ذلك هو ثابت على الولاء وعلى الوفاء وعلى ذوق المحبة والصفاء، تفيض مشاعره نحو محمد. ولي حمل رسالة لمسيلم الكذاب، أتشهد أن محمد هو العام؟ أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن رسول الله قال لي في أذني صمم عما تقول، هذا ما أسمع الكلام. ابتعوا يده، قطعوا اليد. تشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أن محمد رسول الله. محبة الحبيب في قلبه في مثل ذا الموقف كان يمكن أن يخفي بعض الكلام ولا إثم عليه، ما دور البعد من الإثم لكنه دور القرب من العلم، دور القرب من صاحب الرسالة، فقام بعزة الإسلام يقول أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ فإن في أذني صمما عما تقول. اقطعوا اليد الثانية، قطعوا الثانية. اشهد أن محمد رسول الله، ما زاد إلا شوك، ما زاد إلا شوك. اليوم ما قطعت أيدينا ونتململ أمام الدعوة، تبون يسوقوا قريب من الغرب يجون يرثونكم يأخذون بيدكم، ما مدد لكم الحبال القوية، ايش التخلخل في المسك بها هذا؟ ايش الذي يغويكم؟ ايش الذي يزعزعكم؟ مظاهر ما احضرها وعزة ربي، وان تبقى منها بقية، وان بقيت بقية فلما اتصل قلب احدكم بالصدق في اخذ هذا الكلام والقيام بحقه لله الملك العلام جل جلاله. وما عدا ذلك سترونه لعب، وسترونه له وكذب، ولا عز ولا شرف إلا ما قدمنا من الأرواح والأموال لله والحبيب الأشرف. فدانا أمواله، فداه أمواله، أموالنا فداه، أرواحنا فداه، نفوسنا. والرجل الثالث والرجل الأولى قطعها، اشهد ان محمد قال اشهد محمد رسول الله، نعم انا اشهد، انا جيت من عنده وانا حامل رسالته وانا اريد قربه واريد مرافقته، اشهد ان قطعت وان ما قطعت، اشهد اشهد انا احبه، انا وان قطعت الارجل وان قطعت الايدي انا احبه. ما حدث ارجلكم يا اخواني، ما حدث ايديكم، ايش الململه هذه؟ ايش القلقله هذه؟ ذكرتم بصفحه بيضة جاءت للعام، ايش بتملون فيها؟ لا تسودونها، لا تغشون فيها، لا تكدرونها، اكتبوا بنور، نور الصدق، نور الاخلاص في اقوالكم وافعالكم. نبقى متاخرين عن الركب الاعلى لنفوسنا، جانا على مظهر ولا على صوره ولا على قله وعلى شيء لا يسوى شيء ولا يذكر بشيء. أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام، ووكلتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم. قال والله ما نحب أن لنا بهذه الكلمة حمرا. نعم، ثم ذكر الحقيقة، ما قامت النصرة إلا على هذه الحقيقة. أحبابي إخواني،
أصحابي جماعتي يا قومي حبيب الرحمن غالي حبوا بكلياتكم بذلوا في مرضاته كل شيء دعوا المظاهر وراكم دعوا الأموال وراكم دعوا كل شيء وراكم هذا سيد كل شيء هذا حبيب رب كل شيء أسروه أقروا عينه سيعرض المجلس لا بمجرد الكلام اللي سمعنا فيه خفيات وبواطن ودواخل وضمائركم ستعرض عليه الله يسره الله يسره بجاه عليك يبيت الليلة مسرور من أهل جمعنا كلهم يا الله سرورا تكتب لنا به الاجتماع به دنيا وآخرة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله ثم كل ما ظهر لأحد منكم ومن غيركم من حقيقة خير إن كانت حقيقة خير سواء في استقبال قلوب لكلامي أو في مظهر نجاح في شيء من مساعيه فليس مصدرها هو ولا فكره ولا عقله ولا جهده والله والله شيء أعظم من الله عندكم إن كان فيها حقيقة خير فسر الاتصال بسند إلى محمد والسلام نحن من دونهم لا شيء الله أكبر من لي وهل لي أن أراكم سادتي فضلا وإلا من أكون ومن أنا الأقطاب يقولون كذا من أكون ومن أنا أنتم مرادي لا أبالي بعد ما ترضوا علي بمن أحب ومن شنع اللهم صل عليه وبقربكم تتروح الأرواح في روض المسرة والهناء في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره يا رب فالحقنا بهم يا رب يا رب فالحقنا بهم يا رب يا رب فالحقنا بهم يا رب يا رب فالحقنا بهم يا ربنا في لطف وعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين هم يطلبونكم لأهل أهليهم وأقاربهم لا زالوا في ظلمة الكفر من ينقذهم ادعوا لهم في الموت ادعوا لهم في الموت ومن وراهم يا مصعب إن كان جيت قبل 4 سنين بنية هداية أمك احضر معنا الآن بنية هداية الأمة واللي استجاب في أمك يستجيب في الأمة ولا فرق عند ربك بين واحد والأمة كلها كلهم في خزائن سواء ما يتعظم شيء جل جلاله إلا أنني أعلم وأنت أن له مرادا ما لنا تدخل فيه له مراد في أن يضل من يشاء ويأتي من يشاء وأن يجعل هؤلاء للجنة ولا يبالي وهؤلاء للنار ولا يبالي لكن هذا ليس مهمتنا ولا دخلنا مهمتنا نرحم العباد ولو أرسلنا إلى فرعون الطاغية ونقول القول لين ونتعبد الله بأن ننوي أن يتذكر ويخشى وإن الذي أنزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الأربعة الذين كانوا سبب نزول الآية من قطع عن دعوتهم حتى بعد نزول السورة وإن علم أنهم لن يؤمنوا ولن قطع عن دعوتهم لا زال يدعوهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابد من رجعتنا